تدخل مصر إلى نفق مظلم بعد أن أعلن سعد الكتتني رئيس البرلمان المصري عن تشكيل اللجنة 100 الخاصة بوضع دستور مصر للسنوات القادمة، ليخرج على المصريين هذا التشكيل بلجنة يمثل أعضاؤها بنسبة 50% من أعضاء البرلمان و 50% أخرى من خارج البرلمان، لتتشكل في النهاية من غالبية إسلامية من حزبي الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين وحزب النور السلفي، لتنقلب الدنيا رأسا على عقب فوق رؤوس الإسلاميين الذين استأثروا بالأعضاء داخل هذه اللجنة، بينما لم يحصل الأقباط سوى على 6 مقاعد، ولم يحصد الشباب سوى على مقعد واحد يمثله أحد شباب جامعة الأزهر، في الوقت الذي خرجت فيه أحزاب كثيرة وكبيرة من الحزبة كلية لتنهال الاستقالات من اللجنة المؤسسة للدستور وسط الأقلية الليبرالية والاشتراكية على رأسهم دكتور عمرو حمزاوي ومنى مكرم عبيد، وانسحاب كل من عماد جاد وأمين اسكندر من الانتخابات التأسيسية للجنة وسط تصعيد من قبل الأحزاب المصرية على رأسها حزب المصريين الأحرار الذي دعا إلى مقاطعة هذه اللجنة التي من المفترض أن تعقد أولى جلساتها يوم الأربعاء القادم. يبقى هو الخصم والحكم في نفس الوقت، ازاي يحط سلطاته هو في الدستور بنفسه؟ مش معقول سلطة خلقت من الدستور هي اللي تخلقه تاني، هي اللي تعيد انتاجه تاني. احنا انضمينا مع عدد من الشخصيات ورفعنا قضية امام مجلس الدولة او امام الادارية العليا بعدم دستورية هذه اللجنة. غضب في الشارع السياسي ينعكس غضبا داخل اركان المجلس العسكري الذي اعلن في خطاب حاد اللهجة أنه لن يقبل بأي استحواذ للإخوان المسلمين ولا بحزبه الحرية والعدالة على صنع الدستور، ولن يتقبل طموحهم السياسي الجارف الذي تعدى أصول اختيار اللجنة المؤسسة للدستور وقوانين اختيار الشخصيات الفقهية قانونيا، لتذكر هذه الأحداث التاريخ بما حدث من تصعيد بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والإخوان في الخمسينيات. كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الاخوان المسلمين على ان يسيروا في الطريق الصحيح والطريق السليم. قابلت المرشد العام للاخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب ايه؟ اول حاجة قال لي يجب ان تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة. الخطأ الذي ارتكب من البداية هو ترك هذا البرلمان يختار اللجنة التأسيسية. انسحابات بالجملة بين الأحزاب المصرية الليبرالية والاشتراكية والقبطية تزيد من التوتر بين الحاكم العسكري والإسلاميين بسبب وضع الدستور الذي خلق أزمة سياسية في مصر قد تنبئ بحل مجلسي الشعب والشورى. منى عشماوي، الجديد من القاهرة.